أنا رجعت كملت الجاكيت لتحت للنهاية، بهيدا الشكل. هلأ هنتعلم كيف نفتح عروة الزرار، وبعدين هننتقل كيف نشتغل الكم. بشتغل غرستين حشو هيدا الشكل، كمان غرستين حشو، كمان غرستين حشو هيدي الطريقة، كمان غرستين حشو. يعني أنا اشتغلت دور 2 3 4 غرز حشو. هأطلع أفتح العروة، 1 2 3 لهون هاي الطريقة، غرستين حشو، هي طريقة. أنا بحط بالجاكيت على طول 5 زرار، 1 2 3، أوكي هي الطريقة. أنا نهيت الدور على الأخير، وصلنا لهون. هلا في عنا خيط هون، هيدا منضبه هون بالشغل. بعدين هي هي بعد حاشتغل دور واحد كمان، حلف في الشغل واشتغل كمان بغرزة الحشو. انا خلصت من عروة الزرار، هي حكمل هلا، حأبرم الشغل وانزل على الالاستيك لتحت. حاشتغل بغرزة الحشو حتى ما يصير عنا ترخي الغرزة من هون، يرخي الجاكيت، يصير هيك شكله واسع. حاطلع بغرزة حشو سنسات باردون، حاشتغل بغرزة الحشو. كان عنا خيط من الشغل حضمه للشغل هاي الطريقة. أنا نهيت الدور، هلا حانتقل على الميل التاني من الجاكيت شقفة الصدر. حنشوف كيف حنعمل محل الزرار. نحن على طول بنقول انه لعمر 6 شهور 8 شهور، بهو الصراحة الصوف بيلبس لعمر سنة وايام سنة ونص كمان. حاطلع هاي الطريقة، هكفي يعني هاشتغل بطريقة الحشو، بس هالمرة بدون سلسلة العروة. هكمل. انا وصلت للاخير، خلصت. هلا عنا القبة كمان هنشتغل فيها غرزة الحشو، يعني بيصير يخليها شوي يعطيها شكل للقبة هاي الطريقة.
بالشغل، يعني هعمل تنظيف الشغل دغري بهاي الطريقة. وصلت لها هاختم الدور هون بغرزة منزلقة هيدا الشكل. هاطلع الخيط بعدين بنظفه، انا ما بنظف دغري على الكاميرا. اوكي هيدا هو الشكل، شكل القبة. هلا معنا الكم، في ناس كتير ما بيعرفوا يعبوا الكم منهم، انا هابدا معكم كيف بقدر كيف نشتغل. هنمسك الكم بهاي الطريقه على الوسط، على الوسط هدخل الخيط بدي ثبت الخيط حتى ما يفك معي الشغل بعدين. اوكي الطريقة هاطلع بثلاث غرز سنسال، واحد اثنين ثلاثة، هاشتغل عمود. اوكي هشتغل غرزة العمود. هلا الكام له طريقة حتى ما يطلع كله بنفس المستوى، يعني كله يطلع واسع بنفس المستوى، لازم يطلع بهيدا الشكل على شكل مثلث او ميل هيدا الشكل هيك. هلا انا هكمل هيدا الدور، غرزات هشك السنارة بغرز السنسال، هاختم بغرزة منزلقة، هاطلع ثلاث غرز سنسال. انا هدول ثلاث غرز ما بحسبهم من الشغل، هشك السنارة حدها بالضبط، حدها بالضبط، هاشتغل عمود بس ما كمله لانه هون عم بعمل عملية تناقص. هلا هون بدنا نبلش ننقص من الكم، اشتغلت اول عمود ما كملته، تاني عمود كمان صار عندي ثلاثة بشتغلهم فرد غرزة وبكمل الدور عادي غرزة العمود العادي. نحن عملنا تناقص على هيدا الميل، لازم نعمل تناقص كمان على هيدا الميل حتى ما يطلع عنا الكم موروب، يعني في ميل اوسع من ميل. هابدأ هاشتغل عمود ما بكمله للاخير، كمان العمود الثاني بشتغله بيصير عندي تلات خيطان بشتغلهم مع بعض، صار عندي عملية تناقص. هشك السنارة بغرزة السنسال واسحب بغرزة منزلقة. انا من البداية قلت لكم هول التلات غرز ما بحسبهم من الشغل، هني هول حد فاصل بين هالميلي وهالميلي. هطلع ثلاث غرز سنسال بهيدا الدور، ما هعمل تناقص، هشك السنارة دغري حط غرز السنسال بهاي المنطقة. اوكي هاشتغل دار عادي بدون
ما مش الكون. دار عادي بدون اي تناقص، وبطلع ثلاث غراز بنفس الشيء. هلا حنقص هيدا الدور، هعمل فيه طاقة، هاشتغل، شك السنارة، حد السنسال دغري مباشرة، اشتغل عمود ما بكمله، كمان اشتغل عمود، بيصير عنا 1 2 3، بشتغلهم مع بعض وبكمل الدار عادي للأخير. أنا مثل ما قلت، دار بنشتغل فيه تنقيص، دار ما بنشتغل فيه، ما بنشتغله عادي، دار عادي، دار ما بنقص فيه، حتى يطلع عنا شكل الكم هيدا الشكل. كم دار لون أزرق؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لون كحلي. هلا بيزيد عنا هون دار بينقص دار، ما مشكلة، بيرجع عنا بالأزرق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 دور أزرق وعندنا 11 دور كحلي. في حال محتمل ينقص عنا دور أو يزيد دور، ما مشكلة، اشتغلوا نفس عدد الغرز ونفس عدد الأدوار، بيطلع عندكم القياس مظبوط. الدور التاني بننقص فيه حتى يطلع عنا الكم بهيدا الشكل. انتو حسب الكم بدكن الطول تبع الكم كملوا، وانا بشوفكم بفيديو جديد حتى نحط اكسسوار ونزينها للجاكيت ونشوف كيف بتطلع بالنهاية. ما تنسوا تشتركوا بالقناة اذا عجبكم الفيديو، تحطوا اعجاب. انا بلاقيكم بفيديو جديد لتكملات هيدا الجاكيت وهو الجزء الأخير له. على أمل لقاء بفيديو جديد.